يقول الأغنية اللي هي شوي مختلف عن كل شيء حتسمعوه بالألبوم هي أغنية بلا حب اللي هي حتتصور إن شاء الله قريبا. كلمات وألحان مازن أيوبي، توزيع ناصر الأسعد. ناصر دوخني يعني صراحة، لأنه أغنية سلو، أول مرة بغني سلو، وإن شاء الله الناس بس تسمعها كمان تحبها لأنه كتير متفائلة فيها خير صراحة. الكليب مع مين بده يتصور؟ حاليا يعني باذن الله في مع صوفي بطرس. انا كثير حابه يكون مع صوفي، حابه يكون مع بنت يعني، لانه اغنيتي بحاجه لمراه، يعني بحاجه لمراه عايشه يمكن قصتي او يمكن تخليني اجسد القصه صح. فان شاء الله تكون مع صوفي يا رب، بتمنى. تفاصيل حنشوفها بهذا الريبورتاج بلقاء جمع بينه وبين المخرجه صوفي بطرس. بتعرفي ليه؟ انه انا كل مره بغني السريع والاوف كذا والعالم ولا ممكن يخطر ببالهم اني انا اكون هون أبداً. لما غنيت يعني فتح استوديو خلص، انا مقرره بيني وبين حالي اني انا غني احساسي انا شو بس يعني حتى يوصل للعالم. اكيد مشان هيك انه ما بعرف ان شاء الله العالم تحب. هلا انا حبيت العالم بتحب. لا بتحب لانه منك عم تتصنعي. عم بقول لك لو انك مثلا هيدا اللون اعطيتيه حقه، مش غنيتيه مثل بتغني شيء ثاني. اولا ثاني مبين انه من قلبك، مش عم بتمثلي او عم بتتصنعي او عم بتبالغي، حتى ما في مبالغه. يعني عارفه مثلا بالشعب وهيك الواحد بيصير انه يزيد الضخامه بالصوت ويزيد العضلات، ايه عضل العضلات وهيك. هون لا، هون بلا قصدك عضل عضلاتك، يعني مش قصده. هلا قبل كنا عم نعملوا مع انترفيو قلت لهم بعد نقيت صوفي لانه هي ما رح تحس اللي انا بحسه، يعني حتى حتطلعني مثل ما انا بحب. جوا كتير مختلف محصة. ايه هيديك حنزل سينجل ومستعجلين على تصويرها اكتر شيء. ايه هيدي حتنزل مع الالبوم. اوكي الالبوم حينزل بفبراير. طب يعرف ليه عملتيه؟ شو هذا؟ لانه هذا منه تجاري، ليه بدك تفوتي فيه؟ انساني حلو الواحد اذا شاف شيء اجتماعي او انساني حب يعبر عنه باغنية، مش ضروري يكون تجاري. ناخدين هيك مثل مثل بالعالم العربي انه الفنان هو عايش بالغام بالاحلام دائما، الغزل والعاطفه يعني ليه؟ ما نحن بشر، بتقطع عنا المي، بتروح الكهرباء، بدنا بنحب نجمع الناس على بعضها، بنحب انه ناس تكون مجموعه، ناس تحب بعضها، بنكره الظلم، كلنا نفس الشيء. ليه الفنان دائما لازم يكون انه هو مش شايف هالاشياء، انه هيدي القصص الدونيه؟ مين غني؟ يكبر الكون حكي وبعده لا تغير شيء، كلهم قالوا بدنا نغير بعضه، لا تغير شيء، مين غفل الأمل الوحيد اللي كان.